احبتي متابعي قناه عزيزنهو، ها نحن ذا نصل الى الكناري وارف، حي الاعمال التجاريه في لندن، منطقه الكناري كلها بنوك واقتصاد واعمال. شوفوا اياكم هني سكوير، ساحه جميله، وبعدين بننزل تحت. شاهد وإياكم هذه الزهور والورود والمياه الجارية هنا في الكناري. محمد يستمتع كثيرا بأجواء الكناري وارف. ساحة الكوبوت، ساحة الكوبوت كوبوت سكوير، حي الأعمال اللندني، منطقة جميلة بالمثال زيارتها لمن يحضر إلى لندن، لمن يهوى أن يغير أجواء لندن الصاخبة يروح لناطحات السحاب عليه بزيارة الكناري وارف. شاهدوا ناطحات السحاب في لندن، ناطحات السحاب في كناري وارف بشرق لندن، المركز التجاري للكناري وارف، واحد من الأماكن المميزة الفخمة. الكابوت ليس مول شوبينج سنتر في قلب الكناري وارف. في بحيرة ومياه كناري وارف، ريستورانت اند بار. شاهدوا معي كناري وارف من الأسفل. كناري وارف مع كينزي ووك، ناش كورت وجوليبي بلازا وجوليبي لاين. نروح الحين نشوف الجوليبي، محطة كناري وارف ستيشن. بجوار الكناري وارف ستيشن. نبحث عن أحد الكافيهات تقدم لنا الديزرت. كما تشاهدون أمامكم كناري وارف في هذه الآونة سنودع كناري وارف، وتحديدا من قلب الكوبوت بليس، هذا المول الفاخر اللي اسمه كوبوت بليس. صبحكم الله بالخير متابعي قناة عزيزنهو. نحن هنا في فندق فيرمونت وينسر بارك، هذا المكان الحالم جدا في وسط هذه الحديقة الغناء. شاهدوا معي ما أجمل وما أروع الفيرمونت وينسر بارك، علامة الفيرمونت المميزة. نستكشف وإياكم الفيرمونت وينسر بارك، واحد من أفخم الفنادق اللي موجودة في بريطانيا عموما، وهو الفندق رقم واحد هنا في منطقة وينسر. شوفوا الأجواء في الفيرمونت رهيبة جدا. هذه الأجواء هنا في الفيرمونت، محل مستحق. مع الأسف تم إبلاغي بأن الفندق حاليا يخضع لعمليات
التطويرية والتشغيلية فهو مغلق، لهذا مع الأسف يعني خرجنا خارج هذا المكان الحالم. يلا عسى خيرة. بعد ما أخرجونا من الفيرمونت وينسر بارك لأغراض تشغيلية، ها نحن متجهين إلى سافيل جاردن. أعتقد سافيل جاردن مغلقة، لكن مكان هناك ضخم، حديقة وطنية ضخمة، فقلنا فرصة بما أننا قراب نمشي. الحين كملنا 12 دقيقة نمشي، وباقي حوالي 6 دقائق من المشي. كان مخيف وموحش. كما تشاهدون أمامكم وينسر جريت بارك، ذا سافيل جاردن كوتش بارك، على بعد متر. طبعا حديقة سافيل جاردن مغلقة، تفتح الساعة 9، وهي جزء من حديقة جريت بارك بريطانيا العظمى. شوف سافيل جاردن، سافيل جاردن سوري كلوز. أتمنى تتاح لنا فرصة زيارة سافيل جاردن في وقت لاحق. مع الأسف زرنا فيرمونت مغلقة، أو طلع فندق الفيرمونت مغلق، وهني سافيل جاردن مع الأسف كذلك مغلق. فالدورة الصباحية مع كامل الأسف مغلقة.